عبدالكريم الشيخ موسى قلب دغه يا سومالي لان وحا او باقي انه كقيب قاتان دي بوشي سنتا امده سومالية ده سوغونا كولان لقاتي قولها وكيلة ده سومالي لان وربحين تاسي وحا مقالة ده هرقيسة انو غصو دري ورياهي غورسام السعيد علي الله عداري كولان كانو يشير قدوان كقولها وكيلة ده اي وذا قاتين عبدالكريم الشيخ موسى قلب دغه او صحافة ده دبتشو كاهايد مركو صو إلا ده وحا صحافة ده سي وذا شير اولها ده قدوميوها قولها وكيلة ده سومالي لان باشي محمد فارح وكان يقول عبد الكريم الشيخ موسى كم يجيني ياس عبد الرساق وياس يا احمد حاشي علمي وانا وحي من بعدين شريته وحي نغسل بوغدين كلها وكيل هذا نغسل بوغدين هذه يا عدن وفرح سنة وحي بوغشه يكوي من بعدين سومالي لان سومالي لان عيد كستا او سوماليا ومسود وينينا ولكن هذا الشيء هو السود ويجي وانه كفر احسن انه يجي مادام وحوي صومالي بين وذر نهاي ما يربى من كوكر انه والله وحوي نقطع حي الدقن اسكو دقن بين نهاي تد اهل بين نهاي عبد الكريم هذا قرابة دي اسم مقالة كبير حدا هذا هو مقالة مركو كلام تد بدن بعضنا صوب حي ارتوي هاي لا سلامنا ساعة سي صبح صعوم الساعة وحي نوبة عنا وحي عيد كستو تمادنا وصومالي بأنه هو السود وين هي قولين كلنا واسو صعودال عادي عادة نقوف رح سنة إني كل واحد نوبي ماتو سوى وقت بدنا هايسن إني نسو سيارتو فحبنا النوت هاي وانا سود وين النايسي وفتقة عدي كلايا صومالية تمادنا ساعة سنة سنة اللي نقبرتي إن نوصل وينو تدكنا سدح مرا نسيب عن ويا لنا إن المغضوب ماشى وهر يا ومركو حبس كسر بحي وكشى جاي ويجري وحن وهر يا سومالا ما حد أنا وهو هينا وحوي قياس تيسس نوع هالك عسكة هالله عبد الكريم شيخ موسى قلب دغه يسقون كشى كيجي وحيابي عيدي رضا كسر عن كل كودن وحن هذا الذي سكم ذها الله يسومالي نمالي waxaan kala hadlay in masaalix da guud ee naga wada dhaxaysa Soomaalinimadii walaalnimadii aqadkii waxaan ka hadlay runtii wax maslaxada Soomaaliyeed oo dhan taabanaya arrimaha amniga kamida ee nolosha isdhexgalka iyo wax wada qabsashada kamida ee si guud marka hawlahan aan ka wada hadlay aad iyo aad baan isugu waafaqarnay ee waxay u muuqdaan dad rag bisil oo runtii waa diyaar inay xalal badan ka galaan geeska Afrika iyo madaxda iyo Soomaalida dhibaatooyinka ka wada xun kana tacsiinay meelaha dhibaatooyinka ka jira waxa tabartoodana inay walaalada Soomaaliyeed wax la xaliyaan doonaya Ilaahayna u bariyay in xal la gaaro meelaha dhibaatooyinka ka jira waanu kuni dadka Soomaaliyeed ay dhibaato ka jirto gacan ka geysta dib u heshiisiinta dadka Soomaaliyeed walaaladiin arrimaha maamulka iyo siyaasadaha iyo xuduudada waxaas waa wax gaar ah laakiin ehelka iyo qaraabada iyo isku xirnaanta iyo walaalnimadu waa waxaas oo dhan wax ka weyn runtii oo diin iyo qiyam ku saleysan iyo ehelnimo arrimahaasi fiican baan isula garanay aad iyo aad baan runtii uga mahadcelinaynaa say noola dhaqdeen ilaa haddana kulamo noo sii dhiman way jiraan dowladda qaybaha ee kala si kastaba ha ahaatee waxaa ahayd maalintii shalay markii cabdikariim muuse qalbi dhagax uu soo gaadhay caasimadda soomaaliland ee magaalada hargeysa oo warsame sidii cali wararka warbaahinta SBC gudaha magaalada hargeysa